يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أشكل علي كلام بعض العلماء إن كلمة الكفر إذا جاءت في القرآن مجردة من الألف واللام فالمراد الكفر الأصغر، وإذا جاءت مضافة إليهما أو مضافا إليها الألف واللام فالمراد الأكبر. أشكل علي بعض الآيات في القرآن كقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذا فعل، هذا ما هو كفر، ما هو باسم، هذا فعل كفر، وكلام في الاسم الكفر أو كفر الاسم المصدر، أما كفر أشرك فهذه ما يتناولها البحث هذا. نعم.